مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 7 Day Sport. حلقة النهاردة مختلفة لأن احنا هيكون معانا انترفيو طويل شوية وهيبقى مفاجأة طبعا، وكمان معانا فقرة جديدة هنبدأها النهاردة أول يوم مع حضراتكم في 7 Day Sport وهتكمل معانا بعد كده إن شاء الله في كل حلقة. ويلا بينا نبدأ بسرعة حلقتنا بقى بالعناوين. الأهلي على صدارة الدوري الممتاز ويواصل استعداده لسموحة. تدعيم جديد لفريق سيدات اليد وتفوق عالمي في الاسكواش. عظماء الكرة يتحدثون عن ميسي. لأول مرة دوري الفانتازي في 7 Day Sport. وأخيرا حوار مفتوح مع بروكيتش. وأكيد هيكون معانا حاجات تانية كتير النهاردة خلال حلقتنا، وزي ما قلت لحضراتكم في مفاجآت كمان، لكن أكيد هتستنوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم عشان نبدأ أخبارنا على طول، وكالعادة أخبارنا من عند النادي الأهلي. في البداية، النادي الأهلي خلال الأسبوع ده فريق كرة القدم لعب مباراتين مهمتين طبعا، انتهت الأولى بالتعادل مع فريق فيوتشر، وكانت هي المباراة اللي تعتبر نقطة تحول شوية في الأسبوع ده، انتهت بالتعادل. ولكن سرعان ما صالح لاعبي النادي الأهلي جمهورهم في اللقاء الثاني أمام فاركو. لقاء فاركو هو اللي كان لقاء قوي، كان بيروح الفانيلا الحمراء، كان بص اللقاء ده تقريبا تحديدا يعني انا هعتبره نقطة التحول في الدوري لقاء فاركو، لأن لعيبة الأهلي كانت مصرة على الفوز لحد آخر ثانية. الفوز بتاع الثانيه الاخيره ده ليه معزه خاصه عند جمهور الاهلي كمان. يعني كده الاهلي تصدر الدوري، او هو بيحافظ على صداره الدوري برصيد 22 نقطه، وبيستعد لمواجهه سموحه في الجوله التاسعه من الدوري الممتاز، وتركيزه اكيد على تحقيق الفوز ومواصله احتكار الصداره لاخر الدوري ان شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا، جمهور النادي الأهلي بيدي روح لأي مباراة يكون حاضر فيها. جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد بالفعل. ولسه مع أخبار النادي الأهلي اللي أعلن الأسبوع ده عن طريق الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي في النادي الأهلي عن التعاقد مع روان سعيد عبد الله لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي خلال الموسم الجاري وبعقد حتى 4 سنوات. ده خبر مهم لأن النادي الأهلي بيدعم كل الألعاب الرياضية، بيدعم الألعاب الفردية والجماعية زي ما هنشوف في الخبر اللي جاي كمان معانا. النادي الأهلي في تطور مستمر في كل الألعاب، بيحاول يحافظ على الصدارة في كل الألعاب. كابتن خالد العوضي عامل مجهود رائع الحقيقة مع كل الألعاب الجماعية والفردية في النادي الأهلي. كمان فريق كرة اليد سيدات كان عنده ملحمة الأسبوع ده في بطولة في الكويت، هنتكلم عنها كمان لما نروح لنتائج ماتشات الأسبوع السابق في الألعاب الأخرى في النادي الأهلي يعني. ونروح لإنجاز عالمي جديد بقى داخل النادي الأهلي. النادي الأهلي مصطفى عسل لاعب فريق النادي الأهلي للسكواش فتح المجال مش بس للفريق الأول للنادي الأهلي في السكواش، لا مصطفى عسل الحقيقة خلى الناشئين في النادي الأهلي في لعبة السكواش عينيهم على البطولة. إنجاز عالمي جديد بعد ما فاروق أحمد ويوسف هشام لاعبا الإسكواش بالنادي الأهلي حصد بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، وطبعا حسم فاروق أحمد لقب البطولة تحت 13 عام، فيما حصد يوسف هشام لاعب الأهلي لقب البطولة تحت 17 عام. طبعا إنجازات الإسكواش في مصر عموما عالمية، وكل البطولات العالمية محتكرة من اللاعبين المصريين، لكن هذا الإنجاز في النادي الأهلي هذه المرة يعني. وإحنا كالعادة فخورين بنجوم النادي الأهلي اللي بيحققوا بطولات عالمية أمثال لاعبي الإسكواش وكل الألعاب داخل النادي الأهلي. دلوقتي بقى هنشوف نتائج ألعاب الصالات في الأسبوع الماضي ونعرف هنلاعب مين في الأسبوع القادم، ويلا بينا مع بعض على شاشة 7 Day Sport. بطولة الكويت الودية لليد سيدات زي ما قلت لحضراتكم من شوية، النادي الأهلي كسب البطولة دي، وكان اللقاء الأول مع منتخب عمان 45-10 للنادي الأهلي، منتخب عمان عفوا. والأهلي لاعب فتاة العيون الكويتية 62-14 للأهلي أيضا، والبحرين 79-8
وسلوى الصباح الكويتي وكسب الأهلي أيضا 46-14. دي كانت نتائج البطولة دي. وبعد كده معانا كرة السلة رجال، الأهلي فاز على الزهور مرتين، مرة 92-49 ومرة 92-62 في بطولة الدوري. يلا بينا بقى على كرة الطائرة. كرة الطائرة رجال كسبوا الجزيرة 3-0 في كأس مصر، طبعا بطولة كأس مصر. ويلا بينا على كرة الطائرة سيدات. سيدات الأهلي فازوا على 6 أكتوبر وعلى الاتحاد السكندري بالنتيجة المعتادة 3-0. ونروح لمباريات الأسبوع القادم، وطبعا عندنا مباريات مهمة قوي الأسبوع ده. دوري كرة الطائرة سيدات يوم 23/12 هيلاعبوا أصحاب الجياد، وطبعا نهائي كأس السوبر لكرة السلة يوم 24 أمام سبورتنج، وأيضا نهائي كأس السوبر كرة السلة رجال في نفس اليوم أمام الاتحاد السكندري. دول ماتشين مهمين قوي. وعندنا إسترن كامباني في كرة الطائرة رجال يوم 24 أيضا، اليوم ده دسم جدا بقى كده على فرق النادي الأهلي في الألعاب الجماعية. يوم 26 كرة الطائرة سيدات أيضا هيلعب وادي دجلة، وفريق الرجال لكرة الطائرة هيلعب يوم 27 أيضا نادي سموحة. وطبعا زي ما حضراتكم تابعتوا الاسبوع اللي جاي اسبوع دسم جدا في الالعاب الجماعيه كلها، وكمان 7 دي سبورت دسم جدا النهارده، لكن بعد الفاصل هنستكمل باقي فقرتنا. زي ما شفنا في التقرير ان مواهب كره القدم الارجنتينيه لا تنتهي. مارادونا اللي كان بطل كاس العالم 86 وهو واحد من اعظم لاعبي كره القدم في العالم، وميسي في 2022 بيقدم اداء فردي عظيم وبرضه بيتوج ببطوله كاس العالم. الحقيقه ان كره القدم الارجنتينيه كالعاده بتقدم لنا اساطير. بعد تتويج الارجنتين بقى وفرحه ميسي باللقب الاغلى في تاريخه تقريبا وفي مسيرته كلها الكرويه والاداء الذي قدمه ميسي، تعالوا نشوف ماذا قال هؤلاء النجوم عن الاسطوره الارجنتينيه ليونيل ميسي. بيليه قال: تستمر كره القدم في سرد قصتها كما هو الحال بعد فوز ميسي باول كاس عالم له. واود ان ابارك ايضا لمبابي بعد تسجيله 4 اهداف في النهائي، والذي يعتبر بمثابه هديه لمشاهدي هذه النسخه. نيمار اللي قال: مبروك أخي ليونيل ميسي. وأندريا بيرلو قال: مبروك النهائي الكبير لميسي وللأرجنتين. ورونالدو قال: ميسي يلعب كرة القدم من أي زاوية والناس في أي مكان في العالم يعشقونه. أما ريفالدو اللي قال إن المباراة يا لها من مباراة ويا له من نهائي، تهانينا للأرجنتين ولصديقي ميسي. وده كان اللي قاله نجوم العالم عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع حضراتكم في 7 Day Sport. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نشوف مع بعض بقى فقرتنا الجديدة النهاردة اللي هتكمل معانا كل أسبوع، وهي دي الفقرة اللي احنا هنلعب فيها مع بعض. يعني الناس اللي حرفت فانتازي بقى، في دجالين طبعا في اللعبة دي انا عارف، وفي ناس حافظة اللعبة صم، لكن احنا النهاردة كده ايه هنشرح باختصار ايه هي الفانتازي، بنعمل ايه فيها باختصار شديد جدا. البريمير ليج عملوا لعبة، واللعبة دي وصلت لأكبر عدد ممكن ما تتخيلوش نجاح اللعبة دي في العالم، هي ترند العالم دلوقتي. اللعبة دي بتطلع المدرب اللي جواك، انت بتكون الكوتش، بتختار الفرقة بتاعتك، هم حاطين بادجت 100 مليون جنيه استرليني، بتكون فريق، لكن طبعا في قواعد للفريق ده. انت بتختار 15 لاعب، 11 لاعب اساسي واربع لاعبين احتياطي، شرط يكون فيهم جون. ال 15 لاعب دول برضو مش هينفع تختارهم كلهم مهاجمين او كلهم مدافعين، لا، انت ليك على الاقل 3 مدافعين، على الاقل 5 لعيبه نص ملعب، وليك من لاعبين لثلاث لاعبين مهاجمين. الاختصار ببساطه كده، هنشوف مع بعض دلوقتي التشكيل اللي انا اخترته واحنا هنلعب مع بعض. احنا خلاص عملنا دوري فانتزي، وانتوا شفتوا معايا البرومو اللي احنا نزلناه على السوشيال ميديا يعني، وان شاء الله هنلعب كل اسبوع مع بعض. دي التشكيل اللي انا اخترته. انا طبعا مش حريف قوي يعني، بس انا هتعلم معاكم، وبعد كده هيبقى في ناس معانا كمان يعني من الدجالين اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليهم من شويه، هتقول لنا التشكيل الانسب ايه والتشكيل اللي بيجيب سكور كبير ايه. انا طبعا بكابتن هالاند وعامل فيه كابتن محمد صلاح. الكابتن بياخد الدبل النقط اللي بيجيبها، المهاجم طبعا بياخد على كل جون بيجيبه نقط، المدافع بياخد على كل جون بيجيبه او تصدي بيطلعه او انقاذ بينقذه، والحارس برده نفس الكلام. القوانين بتاعت اللعبه دي هنعيش معاها واحنا شغالين مع بعض. ده التشكيل اللي انا اخترته. انا اخترت بابي حارس مرمى من نيوكاسل، واخترت تريبر من نيوكاسل ايضا، كونسيلو من مانشستر سيتي، ديفيس من توتنهام،
انا مختار من مانشستر سيتي 3 لعيبه ومن ارسنال 2 لعيبه لان دول ماشيين كويس وبيكسبوا، ومختار طبعا من نيوكاسل لان هم عندهم ليستر سيتي فرقه عاديه يعني، فمختار 3 لعيبه منهم. انت طبعا بتضطر ان البادجت بتاعتك بتخلص فبتبقى بالتالي بتختار لعيبه مش على اعلى حاجه لكن بتكمل التشكيل بتاعك بس، وطبعا بتحاول تختار لعيبه عندها فرص انها تجيب اجوان يعني. ده باختصار الفانتازي اللي احنا هنلعبه مع بعض كل اسبوع. انا عايز اشوف بقى مين الحريفه اللي فيكم لان احنا هنعمل جوائز كمان. الفانتازي باختصار شديد جدا هي لعبه التوقع، انت بتطلع بقى المدرب اللي جواك وبتتوقع وبتشوف الفرق دي هتلاعب مين، بتشوف الفرص بتاعه اللعيبه دي قدام الفرق دي. يعني صلاح مثلا من اللعيبه اللي الموسم اللي فات كانت تقريبا قصر التوقعات في الفانتازي يعني، المره دي هالاند، انا عشان كده مكابتن هالاند لكن انا ما اقدرش اشيل صلاح من السكور يعني. وبيلعب معانا كمان في الدوري بتاعنا اخو محمد صلاح، نصر صلاح موجود معانا في الدوري وبدا ناس كتير منكم تخش الحمد لله يعني، اول ما نزلنا الاعلان ناس كتير دخلت وشاركتنا الفانتازي معانا. هنشوف بقى كل اسبوع اللي كسب في الراوند مين، وهنقول معانا على الهوا ان اكتر حد اعلى نقط يعني اعلى نقط بتتجاب كل اسبوع، هنشوف ونقول على الهوا مين اللي كسب فيها، وفي الاخر هيبقى في جوائز مننا. وطبعا لو حد منكم وصل بقى للجوائز بتاعه الفانتازي نفسها هم عاملين جوائز قيمه قوي يعني، يعني جوائز حلوه زياده عن اللازم. فهنتابع مع بعض كل اسبوع وهنلعب مع بعض كل اسبوع، وهيبقى لينا طبعا الفقره دي هتبقى ثابته معانا فقره الفانتازي، وهتلعبوا معايا بقى كل اسبوع واشوف الحريفه اللي فيكم مين. طبعا اللعبه دي فيها ناس حريفه قوي يعني. دي كانت فقره الفانتازي، وفقره الفانتازي دي مكمله معانا كل اسبوع، والمره دي احنا شرحنا بس بشكل عام كده اللي بيحصل في الفانتازي ايه يعني، ده كان شرح مبسط للي بيحصل في الفانتازي ايه، وهنشرح بقيتها، هي ليها قواعد كتير جدا هتبقى معانا بعد كده، وكمان هنلعب مع بعض بقى النتائج بتاعتنا هتبقى على الهوا، فاللي هيكسب منكم هيبقى اسمه معانا هنا، وكمان هنعرض الجدول بتاع ترتيب المسابقه بتاعتنا دوري 7 داي سبورت. دوري 7 داي سبورت ده بقى احنا يعني عايزين ننقله نقله ثانيه معاكم كده، ويبقى في منافسه شرسه بين مشاهدي قناه النادي الاهلي ومشاهدي 7 داي سبورت معانا. دلوقتي بقى هنروح للفقره الاهم معانا في البرنامج، احنا معانا مايكل بروكيتش مدير فني قطاع الناشئين او ميشيل بروكيتش. احنا الفقره دي انا قعدت مع الراجل واتكلمت معاه وهو معانا على الهوا دلوقتي اهو، مستر ميشيل بروكيتش مرحبا بكم في 7 داي سبورت. استاذ وسديال ام اسمس نيجيريا تك اون تي في وي تاي في التلفزيون افكور هذا مش مش موجود تمام تشي السلام عليكم ابراهيم شيخنا. السلام عليكم، طبعا اهلا وسهلا بكم جميعا وشكرا على الاستضافه. احنا اللي بنتشرف بوجوده معانا في 7 داي سبورت. انا سامعك كويس قوي، انت سامعني كويس؟ طيب سامعك كويس. هخش معاك على طول بقى في الاسئله. انا اتكلمت معاه من فتره، قعدت معاه واتكلمت وهو كان عنده تحفظات من المستويات بتاعه الملاعب اللي بيلعب عليها في مصر، وعنده تحفظات من الامكانيات اللي بتاعته. انا عايز اعرف ايه المشاكل اللي بتواجهه خارج قطاع ناشئين النادي الاهلي، لان هو طبعا قطاع ناشئين النادي الاهلي على اعلى مستوى، هو راجل مطور قطاع الناشئين بشكل كبير جدا، شفنا الموسم اللي فات بعض اللعيبه اللي طلعت من قطاع الناشئين في اخر الموسم، وهو كمان ليه اضافات في كل موسم، الموسم ده بنشوف فرق في الفرقه بتاعتنا لعيبه بتتمرن فوق، لكن عايز اعرف بشكل عام كده رايه في قطاعات الناشئين في مصر. المشهد اوكي اون نيكستبو ملوبل كوفيد ريفا تكتس سبولور زبرالي بودمينكي اهريشتيا نكتري خرايما فينكو že nejsou úplně v nejlepším stavu a máš k tomu jakoby nějaký komentář samozřejmě. A my víme, že juniorský sektor klubu Ehli se rozvíjel, jako, jak si už tady. A je to vidět, že hodně hráčů jsou v A týmu a tak, ale chceme mluvit o podmínkách jiných z juniorských sektorů tady v Egyptě. Dobře, děkuji za krásnou otázku. Já bych se na to podíval jako na celek. Výchova hráče pro to, aby byl úspěšný ve světovém fotbale, a to nám jasně ukázalo mistrovství světa, tak je složený z jakéhosi komplexu, jako z více částí. اول حاجه شكرا على السؤال الرائع ده، وانا عايز اول حاجه اتكلم في النقطه دي بشكل عام. اول حاجه عشان ننشئ لاعب بشكل كويس ونجهزه على اعلى مستوى في كذا حاجه او كذا معيار او كذا نقطه لازم تتخذ في الحسبان، ودي احنا شفناها كمان في كاس العالم الاخير
ان انتاج لاعب بشكل كويس ليه كذا منظور، ليه كذا حاجه لازم نتكلم فيها. První věc je organizační složka, to znamená, jak je organizovaná výchova hráčů v rámci té dané země. Egypt má obrovský potenciál, ale má obrovské nedostatky z hlediska organizace a to, co v podstatě to, jak funguje fotbalová federace a asociace Egypta, je věc, kterou jsem za 25 let svého profesionálního života ve fotbalu neviděl. Aول حاجة المنظور التنظيمي، أول حاجة الناحية التنظيمية عشان ننتج لعيبة بشكل جيد. أول حاجة الناحية التنظيمية، الناحية التنظيمية اللي بيتربى فيها وبيترعرع فيها اللعيب كرة المصري. لعيب الكرة المصري عنده إمكانيات كبيرة واعدة وقادر إن هو ينافس أحسن لعيبة في العالم، لكن التعامل أو الطريقة اللي بيتعامل بيها اتحاد الكرة المصري، أنا في خلال أكثر من 25 سنة بعمل في مجال الكرة ما شفتش اتحاد بيتعامل بالشكل ده وفي يعني في عدم نظام بالشكل ده. Všechny úspěšné země, ať už na klubové úrovni anebo na úrovni reprezentací, investovali obrovské prostředky do mládeže, protože pokud neinvestujete peníze do mládeže, nevychováte hráče pro reprezentaci a pro profesionální soutěže a musíte ty hráče pak kupovat z jiných zemí. كل الأندية الكبيرة أو كل الدول الكبيرة كمان حتى على نطاق على مستوى المنتخبات الكبيرة استثمروا من فترة في قطاعات الناشئين عشان تطلع لعيب على مستوى عالي ينفع المنتخبات يكون قادر إن هو ينافس اللعيبة العالمية لازم يكون في استثمار في قطاعات الناشئين وهم بالفعل الدول الكبيرة والأندية الكبيرة بدأت. أنا عندي سؤال، هو كان امبارح بيقول لي إن الأندية الأوروبية بتصرف حوالي 20% من ميزانية الفريق الأول على قطاع الناشئين، وده يبقى استثمار قوي علشان بعد كده يستخدموا اللعيبة دي في الفرق بالدرجة الأولى أو إن هم يعملوا تسويق ليهم ويستفادوا ماديا منهم، هل ده ممكن في مصر وممكن في النادي الأهلي؟ أوكي هولد تمام أهلني انفستيت تس سموجيكال جي تي فيلك كلوبي سكور انفستويد 20% da se celkově rozpočtu do juniorského sektoru. A jestli vidíš, že je to možné, aby se to aplikovalo a realizovalo tady v Egyptě a obzvlášť jakoby, v klubu Al Ahly, aby jsme mohli vyprodukovat hráče do A týmu a potom do reprezentace. Já to vždycky říkám, je to stejné, jako když chceš pěstovat cokoliv. Pokud nezaseješ, نمجيش سكليزت ده برمي فاكتور. يعني أول حاجة عايزين نشبه الموضوع الاستثمار بالأرض الزراعية، أنت لو عايز تزرع أي محصول فأنت أول حاجة لازم تحط المحصول وتحط فيه السماد وتستثمر فيه وتحط فيه مية، بعد كده بتستنى عليه كمان شوية بعد كده تحصد الزرع اللي أنت زرعتها، ده أول حاجة هو ده التشبيه اللي أنا عايز أقوله بالنسبة للاستثمار في قطاع الناشئين عشان بعد كده تحصد لعيبة تنفع للفريق الأول أو للمنتخب الأول. ده أول حاجة. بس عايز أكمل النقطة دي كمان. Velké kluby jako Barcelona, Real Madrid, obrovské kluby a i federace, řekněme anglická, francouzská federace, ty všichni investují obrovské peníze do mládeže a na úrovni těch في رامسي كلهم 10% برسبوتشتو الأندية الكبيرة على سبيل المثال مثلا ريال مدريد أو برشلونة وحتى على نطاقات الاتحاد الكورة مثلا اتحاد الكورة الإنجليزي اتحاد الكورة الفرنسي بيستثمروا أموال طائلة في قطاعات الناشئين ممكن تكون توصل في الأندية دي مثلا زي ريال مدريد أو برشلونة أو أندية شبيهة لها نسبة مثلا 10% من ميزانية النادي بتروح لقطاع الناشئين Absolutně na prvním místě. Na prvním místě je vzdělávání trenérů. V egyptském fotbalovém svazu neexistuje vůbec vzdělávání trenérů a to je první základ. Protože jak je kvalitní učitel a trenér mládeže, není trenér. To je educator, je to učitel. A pokud nejsou vzdělávání, aby byli schopni připravovat ty hráče správně, nikdy nebude Egypt úspěšný. Obardu fi muškila, yani ana lahastaha min nazba lsaqafat almudarribin almasriyin. Yani a'taqad an ittihad alkura ma biqaddimsh kursat aw biqaddimsh hajat ta'limiyya ala mustawa 'ali lilmudarribin. عشان المدرب في قطاع الناشئين ما بيعتبرش مدرب، بيعتبر معلم. قطاع الناشئين عامل زي المدرسة. والمدرب في قطاع الناشئين يعتبر معلم
فلو المدرب اللي بيعلم الأطفال الصغيرين وبينشئهم مش على قدر معين من الثقافة ومن التعليم، فطبعا هيطلع بعد كده لعيبة دون مستوى كمان. فده هي زي المدرسة، المدرس الكويس الوحش بيطلع طلاب مش كويسين، المدرس الكويس بيطلع طلاب كويسين. ده أول حاجة بالنسبة للعملية التثقيفية للمدربين المصريين. Druhý moment, infrastruktura. Tréninkové podmínky, hřiště, nutrice a ty všechny věci, ale největší problém je zázemí pro ten trénink a pro zápasy. Na jakých hrajeme hřištích? Ty hřiště jsou malá, křivá, hrozí tam zranění, nemůžeme kontrolovat vůbec míč, vede to k destruktivnímu fotbalu, který je proti rozvoji dovednosti a nikdo se tím nezabývá. Tady je حاجه البنيه التحتيه او الظروف اللي احنا بنلعب فيها او اللي احنا بنشوفها حتى بره النادي الاهلي. الملاعب، غرف الملابس، النوتريشن، التغذيه، بس اهم حاجه الملاعب اللي احنا بنلعب عليها. في ملاعب بتبقى صغيره، يعني المقاس بتاعها مش المقاس المناسب لان الفريق يلعب عليها. في بتبقى الملاعب مش مستويه او مايله لدرجه انها ممكن تكون مايله. فطبعا نوعيه الكوره او طريقه اللعب اللي بتلعب على نوعيه الملاعب دي طبعا طريقة عكس، يعني ضد تطوير اللعيبة، فمش هينفع نطور لعيبة بتلعب على نوعية الملاعب دي اللي احنا بنشوفها في دوري قطاع الناشئين. No a třetí bod je spravedlnost, to znamená, aby se hráči vybírali podle toho, jaký mají talent, a ne podle toho, kdo koho zná. دي تاني حاجة، وتالت حاجة عايز أقولها يعني من وجهة نظري تساعد الكرة المصرية من وجهة نظري اللي هي العدل، عملية العدل، إن الأندية، ما نتكلمش عن النادي الأهلي بس، الأندية، جميع الأندية المصرية عشان ده يصب للمنتخب أو يصب للفرق الكبيرة والكرة المصرية بشكل عام، لازم يكون في عدل في اختيار اللاعبين، لازم يكون اختيار اللعيب على أساس الموهبة، على أساس الموهبة اللي بجد. عندي فكرة بس، مش على أساس الواسطة أو على أساس طب هو إزاي في النادي الأهلي بيتم اختيار اللاعبين والمدربين، إزاي بيتم تطويرهم في النادي الأهلي؟ تشي زعفاني بليجا který je potřeba potom rozebrat zvlášť, ale na to nemáme dnes čas. Dí tělet hagát rejsíje, au l'amid rejsíje, l'mehtagé ha kora masrýje, bechtosar, ašen jihsal terbět l'aíba, au ninšik l'aíba bšek gajid. طيب, هو اتكلم في حضرتك كمل السؤال بتاع حضرتك؟ معلش انا اسف في ديلي في الصوت انا اسف. ازاي بيتم اختيار اللاعبين في النادي الاهلي بالاسس العلميه اللي هو حاططها؟ لان ده تساؤل كبير من الناس اللي بتخش اختبارات في النادي ومن الناس اللي بتكون عايزه لعيبتها تلعب في النادي الاهلي، هو ازاي بيتم تقييم اللعيب اللي داخل الاهلي؟ وازاي برضه سؤال تاني لان هو اتكلم في حته المدربين دي، ازاي بيتم تطوير المدربين في النادي الاهلي ان هم يعرفوا يختاروا اللعيبه ويعرفوا يبقوا عينيهم مميزه لاختيار اللاعبين يعني. تمام، تجد فابولي دي اوتاسكا، بيرني اوتاسكا يكتري في بيراما هراتش برو كلوب الاهلي بودلك تاريخ مدرنيه كريتيري سي في بيراما برتجي هودني ليدي سي سامي سبب تا يك تاري تو في بيراما ابي استنى تو نتو مهلي بشي برافي تي برني اوتاسكا درو اوتاسكا فرا كوبي اكتراس تيم سوفيسي يك روزفيما ترينيري نبو يك اوتشيما ترينيري ابي سبرافني سي في بيرالي ty hráče. Dobře. Odpověď na první otázku. Klub si najal mě jako by zahraničního člověka, protože já nemám žádné vztahy a vazby tady s lidma. Já jsem stanovil určitý kritéria, který by ten hráč měl splňovat při tom výběru a prošli jsme si velmi těžkým období, kdy jsme museli téměř polovinu hráčů vyřadit. برتجي فيكونوسني ناتوم نبري دوبجي. اول حاجه الاجابه عن النقطه الاولى بالنسبه لاختيار اللاعبين في النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني جابني هنا في مصر عشان انا ما عنديش اي علاقه باي حد هنا في مصر، ما اعرفش الناس هنا في مصر، عشان واحط المعايير السليمه لاختيار اللاعبين بدون اي مجامله وبدون اي محسوبيه وبدون اي معارف في الموضوع. فانا وجودي هنا في النادي الاهلي هدفه ان وضع معايير سليمه لاختيار اللاعبين على اساس الموهبه السليمه. Samozřejmě rodiče přirozenou cestou nejsou jako sebekritický, to znamená každý rodič je přesvědčený, že jeho dítě
je jakoby to nejtalentovanější ze všech a cítí se ukřivděný, když je vyřadíme. Ale Al Ahly musí vybírat nejlepší z nejlepších hráčů a já se tomu věnuju 25 let a školím své trenéry proto, aby jsme vybrali opravdu podle nejlepšího svědomí a podle pro budoucnost Al Ahly. Takhle to prostě. واحنا في المساعه لما نجيت الفتره الاولانيه قعدنا فتره كبيره مع الكابتن خالد بيبو بننظف القطاع من اللعيبه اللي كانت موجوده هنا لا تستحق انها تكون موجوده هنا في النادي الاهلي والموضوع ده خد مننا وقت ومشينا لعيبه كثيره جدا اعداد كبيره جدا مشيناها من النادي من القطاع دي اول حاجه وطبعا انا بتفهم اولياء الامور يعني اولياء الامور برضو بنقابلها كل ولي امر بيبقى معتقد ان ابنه احسن لعيب في العالم ودي حاجه طبيعيه ان ولي الامر يكون بيحب ابنه وشايفه احسن حاجه في الدنيا واي لكن اولياء الامور هنا ما عندهاش اصلا نقد ذاتي يعني ما بتنقدش نفسها يعني بس فطبعا اي ولي امر ابنه بيمشي من القطاع بيبقى طبعا زعلان وبينتقدنا وده شيء طبيعي من اولياء الامور دي حاجه قابلناها من اولياء الامور اللعيبه اللي احنا مشيناها velmi důležitý moment je, že stejně jako ve škole, dítě nemůže přijít do sedmé třídy základní školy a začít v sedmé třídě základní školy. To dítě musí projít první, druhou, třetí, čtvrtou třídou. Proto je pro nás velmi důležitý ten výběr na tom začátku. Okay. A pak postupně ty hráče musíme učit stejně jako ve škole ty návaznosti. وانا برضو يعني بعلم وبثقف المدرب عندي على طريقه اختيار اللعيبه بشكل سليم في قطاع الناشئين زي ما احنا ذكرنا من شويه ان قطاع الناشئين احنا بنعتبر قطاع الناشئين في النادي الاهلي زي المدرسه فما ينفعش ان طالب يروح على طول داخل اولى اعدادي يعني اكيد فلازم الطالب عشان يوصل لمرحله اولى اعدادي مثلا لازم يعني. بيعدي على كي جي 1 وكي جي 2 سنه اولى وثانيه لازم يتاسف الاول عشان كده احنا بنركز على معايير الاختيار في المرحله الاساسيه اللي هي في السن الصغير عشان بعد كده يطلع ويتاسس بشكل كويس من صغره وكل مدرب او كل فئه عمريه عندنا في القطاع بتبقى مرتبطه باللي قبلها واللي بعدها زي المدرسه طيب عندي سؤال مهم برضو تنين فوتبول تتصدر از ميتشن على مسيت رزفيت هو لسه بنكمل بس معلش تمام كمل خلاص تفضل مسيت رزفيت توتيش تو نرزفيت ينون تن فوتبول سبوستا ليدي سي ميسلي جي ليش فيدي كوكا نا اوليتسي ياك فيبورنيه براتسوي از ميتشن جي موجه هرات زال اهلي ale on musí být fyzicky připravený a to je proces, který trvá několik let, fyzická příprava, mentální příprava, aby ten hráč to zvládal. Musí mít správně nastavené tělo, dobře se stravovat. To jsou všechno dlouhodobé procesy, které nejde udělat jako ze dne na den. واحنا هنا يعني في النادي الاهلي بهدفنا اختيار احسن لعيبه موجوده في مصر وعشان اللعيب يكون احسن حاجه ويكون موجود معانا في النادي الاهلي ونطوره واحنا ما بنطورش بس الناحيه الفنيه والناحيه المهاريه في اللعيبه فاللعيب برضه بيبقى محتاج يطور كذا حاجه عنده كذا ناحيه عنده الناحيه الذهنيه الناحيه النفسيه ناحيه التغذيه لازم يكون جسمه اساسا متظبط ما فيهوش تشوهات بدنيا وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم في كل العناصر اللي قلتها دي حاجات طويله الاجل يعني ما بتحصلش من يوم وليله فلازم نبتدي في النقط دي نبتدي فيها من السن الصغير ونكمل عليها بشكل صحيح عشان اللعيب بعد كده لما ننتجه لما يكبر يكون جاهز من كل النواحي. دروها اوتاسكا مش نعمل دروها اوتاسكا بالنسبه بقى للسؤال الثاني اللي هو تطوير ازاي بنطور المدربين عندنا بالنسبه لاختيار المدربين اللعيبه يعني موجش مي في podstate tím, že neexistuje žádná úroveň vzdělávání trenérů tady a většinou je to postavené na tom, že hráč, který skončil kariéru, tak jde trénovat děti, tak my, abychom opravdu pracovali dobře a systematicky, tak máme vlastní interní vzdělávání, vlastní jakoby systém vzdělávání těch trenérů. احنا زي ما انا ذكرت ان هنا يعني بيبقى مستوى التثقيف للمدربين في نطاق يعني اتحاد الكوره في نطاق مصر بيبقى يعني مش على مستوى عالي جدا مش للمدربين الناشئين بس والله حتى للمدربين الكبار عندهم نفس المشكله دي
المدربين الكبار حتى في أيوة مدربين بيبقى الموضوع ماشي بالشكل ده. مش المؤهلات ولما بنخش بطوله افريقيا او بطوله بنلاقي المدربين قاعدين في المدرجات. هو عموما بشكل عام في مصر في ترينيرجي تالي نيماي اللي تنسي نيماي من سبيشال هوستوي دوبجي. ايوه هو قصده بس ان يعني عشان العمليه دي صعبه هنا في مصر ومفيش العمليه التثقيفيه دي. والموضوع بيبقى ماشي كالاتي: اللعيب بيكون مثلا بيلعب في نادي ويخلص حياته الكرويه, بعد كده يدرب, يبتدي يدرب, يعني يروح يدرب فرق براعم, يعني يكون هو بيطبق الحاجات اللي هو كان بيطبق عليه هو لعيب كبير بيطبقها مثلا على فرق براعم. بس عايزين بس نكمل النقطة دي. بزر وني يكون ناشي ترناجي تشبك تجي يلاي ستارشي تبقى يسميش نيدو كونشا. واحنا هنا في قطاع الناشئين, معلش بس في حاجة نسيت ترجمها, في قطاع الناشئين احنا عندنا عملية تثقيف داخلي, يعني احنا على طول بنعمل بشكل دوري محاضرات وورش عمل للمدربين بتاعنا, بتعوضهم عن الكورسات او الحاجات او فترات التعايش اللي ممكن تتاخد بره حتى. طيب فيتوريا قام بزياره النادي الاهلي. انا ركتجي جاي وناس كوبو على نكمل ولا حضرتك تخش في السؤال اللي بعده؟ لا سيبه يكمل, انا اسف انا افتكرت خلص. اتفضل. مامسكريتر هو عايز بس يكمل البوينت نفسه. لا اتفضل. مامسكريتر ناري على trzeba veľmi dobrze rozumieť tým taktickým věcem, mají velmi dobrý cit na hráče. Jenomže ta příprava hráče je složená z jakýhosi komplexu, který obsahuje kondici, psychologii, zdravotní preventivní věci. A v tom je potřeba, aby všichni v tom klubu pracovali jednotně, proto používáme jakoby او اللي انا قابلتهم كويسين, او اللي انا اتعاملت معهم كويسه جدا. بس طبعا تجهيز اللاعب بشكل كويس ده في كذا حاجه, مش تجهيز تكتيكي بس او تجهيز فني بس, بيبقى فيه كذا عنصر لازم يتم تطويره في اللاعب عشان بعد كده لما يكبر او لما يطلع يكون يوصل لسن البلوغ او يوصل سن فريق اول او حاجه يعرف يدي ويكون على مستوى كويس. فاحنا بنعمل زي ما انتم حضرتك شايفين في الشاشه دلوقتي زي محاضرات على طول بشكل دوري بتتم, محاضرات فنيه, محاضرات تغذيه, محاضرات عموما يعني. Víte, já to řeknu jednoduše. Můžeme chtít hrát styl jako Guardiola, OK? Můžeme chtít hrát stejný způsob fotbalu jako Guardiola a naši trenéři jsou schopni tu taktiku připravit. Ale aby si hrál jako Guardiola, tak ten hráč musí být fyzicky tak připravený, aby byl všude včas. عايزين نقول مثلا نموذج, يعني مثلا عايزين نعمل مثلا نلعب مع فريق هنا في قطاع الناشئين باسلوب مثلا بيب جوارديولا او مثلا يورجن كلوب. المدربين بتاعتنا هتطبق التكتيك بتاعه, يعني هتعرف تطبق التكتيك بتاع جوارديولا. بس اللعيبه عشان يعرف يطبق التكتيك ده, عشان يعرف يوصل في المساحة المناسبة في الوقت المناسب, محتاج يكون جاهز بدنيا عشان يطبق التكتيك اللي المدرب عايزه. فتجهيز اللاعب بتبقى ليها كذا عنصر لازم ناخد بالنا منه. Na mistrovství světa všichni viděli, jak jsou týmy organizovaný, jak jsou pořád spolu, jak jsou činnostní, a to vyžaduje špičkovou kondiční připravenost, aby si byl všude včas a byl přesný. A to je o kondici, o ničem jiným. زي ما احنا شفنا في مباريات كاس العالم, بتلاقي الفرق الكبيره كلها بتتحرك مع بعض قدام وورا ويمين وشمال كتله واحده, وعشان وبيبقوا تنظيمهم على اعلى مستوى, الحاجات وتعاونهم بينهم من بعض ودقتهم كمان في عامل الاداء. كل الحاجات دي بتتطلب من اللعيب ان هو يكون على اعلى مستوى, جاهز بشكل كبير من الناحيه البدنيه عشان يروح في المساحه في المكان الصحيح في الوقت الصحيح. طيب احنا طولنا عليكم جدا. الموضوع ده مش سهل, ما بيحصلش من يوم وليله, لازم ده بيحصل. احنا طولنا عليكم جدا جدا يعني, وانا بشكره جدا على ظهوره معانا. مي جيشيمه كونديتسي تكنيك. وفي حاجات تانية برضه احنا يعني طبعا عارف وقت الحلقه ضيق. في طبعا حاجات لها علاقه بصحه اللعيبه, واحنا محتاجين حلقات تانية كتير عشان نتكلم عن كل الامور الخاصه بقطاع الناشئين في النادي الاهلي. هو افادنا النهارده جدا في معلومات كتير قوي فعلا. الحلقه كانت غنيه جدا بكلامه فعلا يعني, وهو فعلا عنده كتير يقدمه للنادي الاهلي في قطاع الناشئين. لكن احنا مهلينا هيكون لنا بعد كده حوارات مختلفه مع قطاع الناشئين بشكل عام عشان نعرف كمان ورش العمل اللي بتتم. هو بصراحه يعني عامل مجهود كبير قوي زي ما احنا شايفين في الشاشه, ورش عمل بشكل مستمر, تطوير للمدربين, تطوير للاعبين, حاجه رائعه الحقيقه دي. طيب احنا كده خلصنا حوارنا مع راكيتش,
هنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم عشان نكمل باقي فقرات 7 داي سبورت. وصلنا لاخر فقرات 7 داي سبورت النهارده، واستمتعنا طبعا بحوارنا مع مدير فني قطاع الناشئين النادي الاهلي. واخر فقراتنا طبعا هي لقطه الاسبوع. لقطه الاسبوع النهارده هي حاله انسانيه جميله جدا ورائعه شهدتها شوارع المغرب اثناء انتظار مرور حافله منتخب اسود الاطلس، وسط حشد كبير جدا من الجمهور المغربي تصفيق عند مرور عمال النظافه في هذا التوقيت. ونالوا تحيه كبيره جدا من كل الجمهور، والحقيقه مشهد جميل بينم عن الاحترام والتقدير الانساني. وبكده يعني احنا بنشوف العظمه من المغرب بشكل عام، سواء من لاعب المغرب اللي هم بيتكرموا من الملك محمد السادس، الملك محمد الخامس عفوا، جابوا والدتهم معاهم، وكمان اثناء البطوله اداء رائع، ولكن ما نسيوش ايضا الناحيه الانسانيه عفوا، من خلال مرور عمال النظافه زي ما حضراتكم شايفين كده، حيوهم كانهم اللعيبه، يعني كانهم اللعيبه فعلا. يعني كانت لقطه انسانيه رائعه جدا 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 من جمهور المغرب. المغرب بصراحه ادتنا دروس كتير جدا من اول كاس العالم لحد حتى بعد ما كرموا اللاعبين. كده كانت نهايه حلقتنا النهارده من 7 داي سبورت. اتمنى ان حضراتكم تكون يعني استمتعتم ولو بجزء بسيط من محتوى النهارده. نتمنى ان احنا نكون ضفنا جزء جديد للبرنامج يعجبكم، وهو فقره الفانتزي. نتمنى ان احنا كمان الاسبوع الجاي بقى نشوف اللعيبه والحريفه بتوع الفانتزي يكونوا عملوا معانا نتائج كويسه ان شاء الله. كده خلصت حلقتنا النهارده، وفي الختام خير وسلام.